اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، نجم الكبير كابتن عادل طيب. ازيك كابتن عادل؟ كابتن اسلام تشرف ومنور. نورك يا كابتن. الله يخليك. خليني ابدا مع حضرتك مباشره، مباراه بكره ان شاء الله امام سيراميكا كليوباترا، وكيف ترى هذه المباراه في ظل حاله التوهج اللي بيمر بها سيراميكا كليوباترا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه بندعو بالشفاء للعمري فاروق، ربنا يعومه بالسلامه ان شاء الله ويرجع كده للنادي ولاسرته في اسرع وقت ان شاء الله. ربنا يكمل له الشفاء. الحاجه الثانيه ربنا ينصر اهلنا في غزه، وان شاء الله النصر جاي باذن الله تعالى. بالنسبه لسؤال حضرتك، هيبقى بيتبعه او بيبقى قبله، كان في لغط في الفتره اللي فاتت، واللغط ده يعني لانه اللي بيجي يتكلم في نواحي بدنيه او نواحي فنيه لابد يكون يا اما مر بيها يا اما درسها يا اما، فلما بيكون كولر لما بيجي يبدا الموسم بتاعه بياخد 20 يوم، في ناس اخذت 10، يعني خدوا شهر. فتره الاعداد يا كابتن في العالم كله لا يمكن تنقص عن 3 اسابيع او 4 اسابيع. النادي الاهلي ما عملش فتره اعداد، صفروا 28، انا قلت الكلام ده قبل كده، 28 يوم 4 كان 14 واحد ما كانوش موجودين، وبعدين رجع على المنتخب، وبعدين طبعا فالراجل ما عملش فتره اعداد، واللعيبه جايه من اجازه. صحيح هو كان مدي لبعض اللاعبين برنامج بيعملوه بعيد عن الكوره، يعني على البحر مثلا، يجري الصبح، يلعب سباحه، يعني ما بقاش ايه راحه سلبيه كامله يعني. ابتدينا في اول مباراه سوبر، وزي ما الراجل قال في المؤتمر الصحفي وانا معاه في 100% قبل ما هو يقول، كنت انا عارف الكلام ده، انت بتبدا بماتش السوبر. طب هل ماتش السوبر الولاد ادوه مش كويس؟ ده لعبوا 45 دقيقه على اعلى مستوى، وفي جول كهربا جابه، وفي ضرب الجزاء، وشفنا الحكم كان يعني الناس كلها كانت الراجل ده مفاعل ليه كده يعني، ده ماتش يعني. فطبعا دي جزئيه. جزئيه تانية طبعا دخلت على الدوري، عملت اداء رائع جدا في الماتشين، وفرقتين كبار المصري والاسماعيلي، وبعدين دخلنا على افريقيا برضو، المنتخب خد اللعيبه الماتشين، زامبيا وجزائر، واخد من عندك اظن 8 أو 9، الى جانب طبعا معلول واول اخره سافروا. الاداء بره كل مباراه كابتن، كل مباراه بنأديها على اعلى مستوى، وبنوصل للجول بكل الطرق، من يمين للشمال، من العمق، من تسديد، وفي كل مباراه تلاقي يا بنالتي يا هدف ملغي. والمفاجاه واللي انا دايما كنت بقوله ويتقال انه ما فيش مؤامره، لا دي في مؤامره، ومع سبق الاصرار والترصد، لما يكون في 4 ماتشات 3 ماتشات منهم اللي قاعدين على الفار هم واحده من موريشيوس وواحد من المغرب، وبعدين ان الوداد هنا 2-1 ضربتين جزاء وطرد ما تحسبش، وبعدين الماتش اللي فات في الاستاد جايبين الحكم بتاع السنغال اللي حكم لنا السنغال 5-2، هل دي صدفه؟ طب انا اتفرجت على الوداد وسان داونز في المغرب اول امبارح، الحكم السوداني ده قاعد في المغرب على طول، كل ماتشات الفرق المغربيه قاعد هناك على طول، هل دي صدف؟ ما هي الصدف. لكن نرجع لفرقتنا، يعني ما عملش فتره اعداد، وابتدى من الفرق افريقيا على طول، ما ابتداش دوري، والراجل بيفكر وبيشتغل بمنتهى العلم ومنتهى الثقافه ومنتهى الامانه، وبيقول للناس وبيخاطب الناس بعقليه الانسان العادي مش اللي بيشتغل في المهنه دي. بيقول لك انا ابتديت من فوق، السنه اللي فاتت انا ابتديت الدوري وبعدين دخلت على افريقيا. الحاجه الثانيه مفيش ولا وقت علشان يشتغل. الحاجه الثانيه انت بتلعب 3 ماتشات في 6 ايام، سبت 4 سبت، منهم ماتشين بره وماتش في الجونه. النادي الاهلي عمره اشتكى من الموضوع ده؟ ما اشتكاش. ليه؟ لان عارف ان انا مش عايز اعمل مشكله، انا عايز الدوري يكمل، وعايز كل الامور تبقى يعني على اعلى مستوى.
النادي الاهلي بيقابل في كل مباراه المنافس بيأدي باقصى طاقه عنده. شفنا سان داونز الماتشين بتوعنا، انت سافرت 10 ساعات ورجعت 10 ساعات، وبعدين انت بتحط سان داونز 90 دقيقه ما راحوش للجول غير واحده بس بتاعت الشناوي اللي طلعها برجليه. سان داونز اللي كان يعني الكل عمال، واحنا قلنا مع حضرتك هنا قلنا فريق بيلعبوا كوره الحاجات الحلوه وكده وجميله وكل حاجه، لكن بالنسبه للنادي الاهلي بعيد جدا كبطولات وكاداء وكل حاجه وكافراد ومن اول حراسه المرمى. التقييم الطبيعي اللي ما فيهوش مبالغه، انا مش عشان اهلاوي هقول ان انا افضل وانا مش افضل، لا انا اقول افضل بالورقه والقلم وبالتاريخ وبالاداء والفرص اللي اتيحت لينا والاهداف اللي ضاعت، واحده في القائم واحده في العارضه. اللاعب مانا يا كابتن ثلاث كور مش اوفسايد، رفع الرايه. وطبعا كل المحللين الاخوه الحكام اللي بيطلعوا يحللوا بعد يعني شافوا الاداء كان شكله ازاي، وبعدين كان في ضرب جزاء ما حسبهاش، وبعدين كان في عنف، وكان في طرد هناك في سان داونز ما حسبوش. يعني كل الامور دي وانت برضو ما عملتش فتره اعداد وعندك اصابات يعني برضو بتتاخر شويه زي عمرو السوليه ومحمود متولي والى اخره. فكل الامور ديت انت دخلت على ماتش المقاولين، ماتش المقاولين المقاولين ما عندوش غير بنطين، ومع ذلك كانوا بيأدوا اداء قوي جدا وفي التحامات قويه جدا، وشفنا قد ايه اولادنا في الشوط الاولاني المقاولين العرب ما راحش تقريبا لجولنا. ده معناها ايه؟ هو معناها ان انا يعني ما انا بلاعب فرقه، ما الفرقه دي عندها لعيبه وعندهم تاريخ وعندهم جهاز فني. فمعنى ان انا سان داونز في الماتش هنا ما يروحوش لجولنا دي معناها ايه؟ فالراجل بيشتغل بعقليه ناضجه، راجل دايما بيحترم لعيبته وبيحترم تاريخ النادي الاهلي. الماتش بتاع بكره ان شاء الله اعتقد انه هو طبعا دارس الفريق كويس وعارف انه فريق سيراميكا بيعتمد على الاداء الجماعي، بيبداوا الكوره عاديه لكن معظم لعبهم بيلعب على المرتده، بيستغل راس الحربه في كرات طويله تتلعب ما بين السردباكين تتلعب له، وهو من النوع اللي بيحلق قوي بيلتحم في التحامات، بيقدر يلف ويدور، بيبقى عامل محطة. فأعتقد يعني أنه كولر دارس الفرقة كويس، وأعتقد أنه طيب أهم نقاط القوة والضعف في نادي سيراميكا. والله هو خط الظهر ما بين السردباكين بيبقى فيه بطء شوية، وفي عملية التحضير من تحت اللي أيمن الرمادي بيعملها مش كل حد ممكن يبدأ من تحت، لابد يبقى فيه إمكانيات عندي علشان أعمل العملية دي. وبالتالي إذا كان محمد رمضان والراجل اللي جنبه أعتقد اللي كان بيلعب في سموحة اسمه نبيل، أعتقد رجب نبيل فهو يعني الاثنين التحامات وكده، لكن عملية البداية من تحت البناء من تحت بتبقى فيها نوع من الأخطاء. في باك ليفت عندهم كويس اللي هو من ولاد النادي اسمه اعتقد رشدي اسمه محمد تيالي محمد اللي احنا كنا عايزين مفروض نجيبه الباك الشمال تمام. في وسط الملعب الفرقه عاديه، هو راس الحربه لو اتمسك ما اعتقدش هيبقى في اي ادنى خطوره على الفريق النادي الاهلي. اداء النادي الاهلي بعد الماتش اللي فات وجرز الانذار اللي كولر، هم عندهم ناحيه هجوميه جيده، يعني عندهم محمد ابراهيم، جون ايبوكا، عندهم ثلاث او اربع لاعبين اخرين. ده مش هيلعب يا كابتن. مين؟ ايبوكا مش هيلعب لانه واخد ثلاث انذارات. عنده ثلاث انذارات. لا ايبوكا لا هيلعب، الراجل اللي جاي من سموحه، اسف، الراجل اللي جاي من سموحه ايبولا ده اللي جاي من سموحه ده واخد. لا انا بقول لحضرتك طبعا ده لعيب كويس جدا وكل حاجه، ولكن انا بتكلم على ايبوكا تحديدا لان ايبوكا من اللعيبه اللي عامل يعني ماتشات جيده في الفتره الاخيره.
محمد ابراهيم هو اللي بيلعب الفرقه. والسنه اللي فاتت ما كانش جيد، وحتى لما راح ليبيا برضو ما لم يكن بالظبط ما كانش حاجة. ما كانش كويس. فاعتقد انه ان شاء الله بعون الله الوقفه القويه اللي كولر بعد ماتش المقاولين، لان انت كنت كسبان 2-0 وبعدين حصل نوع من انواع الهبوط المفاجئ بدون اي لازمه. فطبعا الامور دي طبعا كانت محتاجه وقفه. وفي المؤتمر الصحفي قال كلام رائع جدا، وانه ما كانش متخيل النتيجه ممكن تبقى غير المكسب، لان بطوله الدوري بالنسبه لنا بطوله مهمه جدا. حقيقة. النادي الاهلي في المباراه اللي فاتت في ناس قال ان هو غير 9. انا بقول دايما الراجل ده انا كل يوم بحترمه زياده، انا بحترمه قوي بس بحترمه زياده. يعني هتبص تلاقي ايه التغيير اللي عمله في خط الظهر يا كابتن؟ يعني ملعب هاني وياسر وعمنا دبيس كان بيلعب يعني. طيب في وسط الملعب امام وكوكا وامام بيلعبوا، وقفشه مش كان قفشه برضه بيلعب؟ قفشه ما بداش الماتش. لا قفشه بدا، هو اتغير ماتش ايه المقاولين، ماتش المقاولين. اوكي انا بتكلم عن المقاولين الماتش اللي فات. طب قفشه بدا فالتغيير فين التسعه اللي اتغيروا؟ طيب موديست بيلعب، وبعدين طاهر باستمرار يعني ما بيلعب برضه طاهر موجودين على ساعات بيبدا وساعات بيلعب. فانا استغربت ان بيقول لك الراجل بيغير 9. 9 ازاي؟ وبعدين حتى التغييرات اللي عملها بعد كده لما نزل تاو ونزل ديانج، يعني كلها تغييرات ناس بتلعب. فالراجل ما غيرش 9 على حاجه. العمود الفقري موجود صحيح، واحد او اثنين او ثلاثه ما كانوش موجودين، حسين الشحات، وحسين الشحات ما برضه بيلعب وبيقعد يعني. فالراجل ما عملش تغيير اللي هو ممكن اقول ان هو جازف، هو ما جازفش ولا حاجه. لا الناس كلها رجليه في الملعب، وعلشان كده عمليه التدوير بيعملها بشكل جيد جدا. واعتقد انه طريقه اللعب ما بتتغيرش، اداؤه ما بيتغيرش، كل اللي انا قلته معاك قبل كده. ايوه لائحه الفريق فيها نسبه مشاركه. نعم نسبه مشاركه. طيب قبل ما نكمل في لائحه الفريق يا كابتن، عايز اقول لحضراتكم ان بكره ان شاء الله المباراه الساعه 4 ما بين نادي او سيراميكا كليوباترا والنادي الاهلي، طاقم تحكيم لهذه المباراه كابتن عبد العزيز السيد حكما للساحه، كابتن يوسف البساطي حكم مساعد اول، كابتن هشام الدسوقي حكم مساعد ثاني، كابتن ابراهيم محجوب حكم رابع، كابتن محمد الحنفي حكم فار، كابتن محمد علاء هاشم حكم فار مساعد. يعني كابتن محمد الحنفي هيفضل يحكم فار بس لحين مره ثانيه تبقى هناك اختبارات او اعاده الاختبارات البدني مره اخرى. مره ثانيه كابتن عبد العزيز السيد حكم ساحه، كابتن يوسف البساطي حكم اول مساعد اول، كابتن هشام الدسوقي حكم مساعد ثاني، كابتن ابراهيم محجوب حكم رابع، ثم كابتن محمد الحنفي حكما للفار، وكابتن محمد علاء هاشم حكم فار مساعد. ده طاقم التحكيم لمباراه بكره ان شاء الله. هذه المباراه التي سوف تقام في تمام الساعه 4 عصرا في استاد المقاولون العرب. اتفضل يا كابتن. كنا بنقول ايه بقى؟ كنا بنتكلم عن نسبه المشاركه بعد اللائحه ونسبه نسبه المشاركه يا كابتن. لابد عندنا هنا في المحيط بتاعنا لابد يبقى فيه بربط الماده بجوده الاداء، لان في العالم كله في الكلام ده. اوكي ما هياش بدعه يعني. فانا انا واحد بينزل يشارك زي موظف يرجع دافع ما بيدافعش، طب انت هاجم بالطريقه الفلانيه ما عملش، ما لابد انا مش هشتغل انا خصومات، لا كل 4 ماتشات انا بقيم كل واحد. تعالى اسلام انت عندك 4 مباريات في الاسبوع، انت عملت نسبه مشاركه. طيب ونسبه الاداء، الجهاز الفني مع المدير الفني بيدوا درجات. الدرجات دي بناء على ايه؟ كميه الجري، تنفيذ الواجبات، التمريرات الخاطئه، التمريرات السليمه، الاخطاء المؤثره، طب والايجابيات، الراجل اللي بينفرد بالمرمى وبيلاقي زميله افضل بتطلع.
كل الامور دي بتتحسب بالورقه والقلم. اجي انا النهارده اخر الشهر انا لعبت كعادل لعبت اربع مباريات، الاربع مباريات دول باخد درجه 7.5 ل 8، باخد الـ 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 المشاركه الكامله مع الاجاده اللي هي بتبقى موجوده برضو في اللائحه. النظام ده لابد يبقى موجود علشان ما اجيش انا ابقى كسبان المقاولين 2-0 وبعدين اجي اخر 10 دقائق يحصل الهبوط اللي هو ملوش لازمه. ليه؟ لو انا احس بالجمهور، والله في ناس بيقول لك انا بتحرق يا اخي، دي كوره، يقول لك والله يا كابتن بيقول لك انا بتحرق بيتحرق، وفعلا الجمهور احنا حتى انا وانت لما بنتفرج وتلاقي الاداء هبط بيجرى لك تبقى متضايق. اللعيب لازم يشعر بشعور الجمهور ده، لان انت اصلا انت جاي علشان تسعد الجمهور ده، فما تبخلش ابدا لانك انت ما تبخلش باي حاجه لانك انت مجهود. يعني اذا انت تعبان او انت في اي عذر ولا حاجه، مفيش مانع ابدا ان انا ابلغ المدير الفني، وبعدين انا المدير الفني بيديني 60 دقيقه، فمفيش داعي ان انا وانا طالع اعترض. كون ان انا اعترض دي عمرها ما كانت بتحصل في تاريخ النادي الاهلي، عمرها. انا من الستينات في النادي الاهلي عمري ما شفت حد كان كابتن طارق الله يرحمه بيتغير، كابتن رفعت، كابتن صالح، اقسم لك بالله عمر ما في واحد مثلا رفع ايد ولا قال مثلا اي اعتراض او اي حاجه. الجيل بتاعكم هل في حد لما بيتغير كان ابو تريكه مش كان بيقعد، وبركات كان بيقعد، ووائل كان بيقعد، كلكم يعني فيش حد كان بيطلع يعترض. فدي حاجه جديده ارجو انها الحمد لله ان النادي وقف وقفه قويه، ان انا الحاجه دي ما تتكررش، لان انا في اجيال طالعه، والاجيال اللي طالعه عارفه في النادي الاهلي الكلام ده لازم يبقى فيه وقفه قويه، حتى الناس بتبقى منتظره من اداره النادي ان الحاجه دي مش طبيعتنا ومش اخلاقنا ومش سياستنا. وبالتالي مره واثنين وثلاثه لا، الوقفه دي برضو هتخلي ماتش بكره ان شاء الله كل واحد مركز في ادائه، مركز في شغله، الواجبات اللي الراجل بيديها لنا. وانا قلت ان الموسم الماضي احنا خدنا البطوله بفضل الله، ثم تعليمات المدير الفني كانت بتنفذ 100%. طيب بما اننا بنتكلم عن المدير الفني خلينا نطلع نشوف مواجهه جديده ما بين ايمن الرمادي وكولر. كابتن عادل، كيف تابعت فوز سيراميكا على بيراميدز في المباراه الاخيره في الاسبوع اللي فات؟ يعني والله شوف في فرقه بتلعب وبتحترم المنافس، وفي فرقه يمكن برضو عايزه تعمل حاجه السنه دي، لكن الغلبه كانت للي جات له فرص واستغلها. بيراميدز وصل اكتر من مره لكن ما حلفوش التوفيق، نتيجه انه في اصرار من سيراميكا ان هم عدد البناط قليله جدا. كان قبل الماتش ده كانوا اربعه بنط بس من اربع مباريات، المباراه دي للخمسه. فاعتقد انه كانت الروح القتاليه والحماس الى جانب استغلال الهجمات المرتده اللي بيعاني منها بيراميدز. القلبي الدفاع في اخطاء بتبقى باستمرار، يعني الاثنين مش عايز اقول يعني الاسماء، لكن دايما بيعملوا اخطاء قاتله، الى جانب الباك ليفت دايما على طول طاير، واي مدرب بيلعب بيراميدز بيستغل الجاب الكبير اللي ما بينه وبين السرد باك بتبقى في منتهى الخطوره. واحنا شفنا لما كنا بنلعب بيراميدز وحسين الشحات في الحته دي جبنا الجول الثالث لو تفتكر السنه اللي فاتت. ودايما المدير الفني لبيراميدز الحتت اللي زي دي بيبان المدير الفني اللي صاحي وبيمركز. بيلعب كريم حافظ دلوقتي شويه ناحيه الشمال، هو بيلعب كريم ومحمد حمدي. محمد حمدي يعني اول حاجه بتتكلم عليه محمد حمدي، لكن هو بيلعب دلوقتي محمد كريم حافظ شويه لما في الناحيه الدفاعيه، لما بيلاقي ماتش صعب تقيل عليه بيلعب بالناحيه الدفاعيه من وبيلعب فتحي احمد، محمد احمد فتحي بيلعبه باك يمين. يعني الماتش اللي فات كان بيلعبه باك يمين، مع ان احمد يعني ودد قوي والتحامات، بس برضه عامل السن برضه، فطي اي انطلاقات او سرعه عادي. كان عايز رضا سليم، يعني رضا سليم في الحته دي كان هيبقى مؤثر جدا. في حاجات برضو بعض ملاحظات كابتن، وهي
خط الظهر عندنا وخط الفراوده ده. خط الظهر وانا بلعب مع اي فريق سواء على المستوى المحلي او الافريقي او الدولي، ولما اروح كاس عالم انا كمدافع لازم اتعامل بعقليه المهاجم. انا عارف ان المهاجم ده لما بيجي يعمل الاوفر ما بيلعبوش على طول، لو انا درسه كويس وحافظ كويس بيروح وهيعمل انه هيرفع ويروح عامل كاسر وبعدين يروح مرقصني. طب انا لازم اتعامل معاه بعقليه المهاجم، ابقى عارفه المهاجم ده هيعمل ايه وابقى درسه كويس، فابقى انا كمان اذكى منه لما يجي يعني يتعامل معايا بالشكل ده، ابقى انا حافظ ان هو هيعمل ان هو هيرفع، مجرد ان هو هيعمل هيرفع وانا عارف ان هو هيلم يعني في ثانيه تكون انا واخد الكوره وعامل الهجمه بتاعتي. وكذلك الراجل المهاجم العقليه بتاعت المدافع انا بتعامل معاه. في مدافع بيبقى داخل بحماس شديد ابقى درسه بحيث ان انا والكره جايه اروح رايح باستمرار قاطع من قدامه. الماتش اللي فات طاهر كان نجم المباراه، بس انا باخد عليه في كوره كان عبد القادر ناحيه الشمال عملها له، عملها كروس على العارضه البعيده، المفروض طاهر في الوقت ده كان يبقى قاطع ورايح عليه، حتى هو قاعد يشاور له يقول له يعني المفروض انت تقطع. فبرضه بالنسبه للمهاجمين بتوعنا ما تستناش الكوره، يعني لو زميلك حتى اخطا الخطا ده انا بصلحه نتيجه ان انا عامل لك اوفر، بس الاوفر ما جاش في المنطقه بتاعتك. لابد ابقى عامل حساب ان الاوفر هو بيتلعب او الكوره وهي بتلعب، زي امام بيلعب علشان يمتع الناس ويمتع نفسه، يعني لما يبقى ناحيه اليمين ويوصل الخط وبدل ما يلعبها اي حاجه بيروح لعبها الهاني الجول الثاني، ده نوع من انواع الفكر العالي ونوع من الاستمتاع. وبعدين اللي انا بقوله انه عقليه المهاجم مع عقليه المدافع عملها، كان ممكن يلعبها اي حاجه لا لعبها لبره، ومفيش حد متوقع ان هاني هيوصل للحته ديت لانه هاني باك رايت مكمل كهاف او كراس حربه. فدي كلها حاجات بتبقى مهمه جدا في الاداء. الجانب الدفاع والراجل بيلعب وعودنا من ساعه ما جه انه راجل بيهاجم بكثافه وبيخترق من الاطراف ومن تسديد ومن حاجات اللي هي في العمق، وفي نفس الوقت بيعمل عمليه ارتداد سريعه وعمليه تامين قويه جدا، واعتقد انه الراجل ما بيغيرش. والبطولات اللي خدها الموسم الماضي ما اعتقدش ان احنا ممكن نحاسبه على البطولتين اللي ضاعوا دول، لانه بالمنطق كده والكابتن محمود اكيد عارف اكتر مننا ان ماتش البطولتين دول بطوله من ماتش واحد مختلفه تماما. الدوري الافريقي طبعا زي ما احنا عارفين دي بطوله اتحطت كده اتزنقت في الوسط كده في النص كده، ما ملهاش اي جانب فني ان انا ممكن استند عليه، لان ده خطا جدا. طيب هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى.